بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده هنتكلم فيها اكيد عن نادي الاهلي، عن باقي الانديه المصريه، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد اذن حضرتك، بارك لجمهور نادي الزمالك أول بطولة لنادي الزمالك يا جماعة هذا الموسم. واحد يقول لي الزمالك كسب بطولة غير الكونفدرالية؟ آه، الزمالك النهاردة في مباراة الداخلية لعبته قدرت تحصل على أول لقب لنادي الزمالك. بطولة إيه اللي كسبها الزمالك النهاردة؟ بطولة إخفاء مصر الأهلي من على مقاعد البدلاء. ده اللي ربنا قدر لعبة الزمالك تعمله. لعبت الزمالك اللي جابتها من المركز ال 13 وال 14 وصولا للمركز الرابع، وكل املهم وطموحاتهم هذا الموسم ان هم ينهوا الدوري في المركز الثالث. لعبت الزمالك كسبت بطوله، ولكنها بطوله وهميه كعاده لاعب الزمالك. لما بيتزنقوا يروحوا يبصوا على البطولات الوهميه واللقطه اللي بتاكل مع جمهور نادي الزمالك. ده دكة ملعب المباراة، ملعب السلام دي الدكة بتاعت نادي الزمالك. بص كده على راس الكرسي هتلاقي فيه بلاستر أبيض، تحت البلاستر الأبيض ده كان نسر النادي الأهلي. نادي الأهلي أيام ما كان الملعب اسمه الأهلي والسلام، الدكة دي كان الكراسي كلها لونها أحمر، طبعا مع الشمس وعوامل العوامل الجوية بقى اللون باهت قوي، لكن النسر ما زال موجود. فلعبت الزمالك تعمل ايه؟ طبعا عايزين يكسبوا بطولة، عايزين يلعبوا على مشاعر جماهير الزمالك. دي صورة اوضح برضو بتبين اللزق الابيض على الكراسي عشان نحوش ونخفي نسر النادي الاهلي. لعبت الزمالك عارفة جمهور الزمالك عايز ايه؟ لعبت الزمالك عارفة جمهور الزمالك مش بتاع بطولة، هم خلاص جمهور الزمالك يأس ان هو يكسب بطولة، فنعمل ايه؟ نزيط، تيجي نزيط نزيط، فنخفي النسر بتاع النادي الاهلي عشان نكسب بطولة لدى جماهير نادي الزمالك. مبروك لنادي الزمالك، لجماهيره، للاعبته الكبار اللي اخفوا نسر النادي الاهلي بشوية بلاستر ابيض ملهمش اي 30 لازمة. موقع كرة بلس اللي بيغطي الدوري المصري الممتاز واللي بيشتغلوا فيه 99% منهم كلهم زملكاويه، الهجمه بتاعه ناصر منسي اللي اتزحلق فيها ورجع وقع على ظهره، الوحيد اللي بيقع على ظهره الحامل هي اللي بتقع على ظهرها، لكن ناصر منسي يقع على ظهره ازاي ما اعرفش، المهم ان هو وقع على ظهره، اتزحلق ووقع على ظهره. جابوا اللقطه بتاعه ناصر منسي لما وقع على ظهره، قال لك هجمه مرتده كادت تنتهي بهدف على طريقة زلاتان إبراهيموفيتش. مين يعني زلاتان إبراهيموفيتش؟ إبراهيموفيتش لا ده الاستاف عالية قوي، لا ده الصنف عالي، انت مكلف إبراهيموفيتش. ناصر منسي، ده انت لو سألت ناصر منسي مين إبراهيموفيتش هيقول لك ده الديلر اللي بصطف مني. طبعا انا بهزر، إبراهيموفيتش مين يا عم الحاج؟ ناصر منسي عنده اللياقه البدنيه اللي تؤهله انه يعمل الباك وورد بتاع مين اللي بيقول كده؟ بتوع كوره بلس شايفين ان ناصر منسي كان هيعمل طريق هدف على طريقه ابراهيموفيتش، بس ربنا ما كاتبهاش له واتزحلق ووقع على ظهره زي ما قلت لك. مين اللي بيقع على ظهره؟ الف سلامه لناصر منسي، ونتمنى الماتش الجاي اللي هو كان الماتش اللي قبل ده كان قدام الجون وفي قلب الجون شاط الكوره في السماء، شاط الكوره في السماء. الشهاده لما تيجي من المنافس فهي خير اشاده وخير شهاده. احمد داوده لاعب الزمالك السابق وباعتراف بالصوت والصوره في قناه النهار قال لك انا وقعت للنادي الاهلي، لكن بعد ما وقعت حسيت ان رغبتي نادي الزمالك، ولما عرفت المسؤولين في النادي الاهلي
خلصوا الموضوع بشياكة وتعاملوا معايا باحترافية وقدروا رغبتي وادوني العقود بدون أي مشاكل. ده كلام يفند الكذب والضلال والتدليس اللي بيروج ليه أبناء ميت عقبة وبعض أبناء ميت عقبة ضد النادي الأهلي، إن الأهلي بياخد اللعيبة غصب عنها. الأهلي بياخد اللعيبة غصب عنها. أعتقد الدلائل كتير جدا، مش بس أحمد داوودة، لعيبة كتير جدا كانت بتوقع للنادي الأهلي، منهم شيكابالا، منهم جمال حمزة، منهم حسن عبد الرب، منهم لعيبة كتير لما بيجي وقت التنفيذ يقول لك والله أنا رغبتي الزمالك. بعيدا بقى عن إيه الكواليس اللي حصلت، الزمالك أغراض مال، الزمالك قال له إيه، ملناش دعوة. طالما اللاعب وصل إلى إنه مش عايز يلعب للنادي الأهلي مع 1060 سلامة، الدهية اللي تودي، أنا مش هقف عليك. ده بس ردا على المدلسين اللي بيتكلموا على الولد اللي اسمه محمد عدلان. النادي الأهلي أعلن أنه دفع تذاكر مباراة الأهلي النهاردة أو بكرة بقى قدام بيراميدز. النادي الأهلي اشترى تذاكر الدرجة الثالثة كاملة، الأهلي اشترى تذاكر الدرجة الأولى كاملة، وتم دفعها بشيك مقبول الدفع لرابطة الأندية المحترفة وشركة تذكرتي، وطالبهم بإعادة الأموال لجماهير النادي الأهلي. قبل مباراة اليوم أمام نادي بيراميدز. نادي الزمالك كسبان فوز مريح قدام فرقة مستسلمة تماما، قدام فرقة يعني الهبوط أفضل حل ليها للدرجة الثانية أو دوري المحترف. ايه الفكره بقى؟ ان انت كلعيبه تتخانقوا مع بعض، لا انت بتلعب على بطوله ولا انت عندك امل تلعب على مركز تاني ولا عندك امل في اي حاجه، وبتلاعب فرقه مستسلمه تماما. ايه لازمته لعيبه الزمالك تاكل في بعض؟ مصطفى شلبي افتعل ازمه ودخل في خناقه ومشاده قويه جدا مع المدرب أحمد مجدي المدرب المساعد وحمزة المسلوسي مع نهاية المباراة ونهاية الشوط الثاني. ولولا تدخل جوميز وعبد الواحد السيد واللعيبة لكان الأمر وصل للاشتباك بالأيدي. خناقة ممكن توصفها بخناقة شوارع. هو النادي ده يا جماعة ملوش كبير؟ ده سؤال. النادي ده بالمشاكل بتاعته والأزمات وسلطاته وبابا غنوج ملوش كبير؟ خناقات وشكايم وضرب، ايه ده؟ ايه اللعيبة دي؟ احنا لو بنلعب في الشارع هنحترم بعض، لكن يوصل الى ان لاعب يروح يتطاول على المدرب بتاعه ويصل الامر الى الاشتباك بالايدي لولا تدخل العقلاء في الجهاز الفني واللعيبة؟ لاعب زي ده ايه الفكرة انك تعمل خناقة؟ الفكرة انك تعمل خناقة مع المدرب بتاعك. انت مش شايف مستواك في الملعب يا ابني؟ مصطفى شلبي محسسني ان هو فينيسيوس جونيور، والله العظيم حتى معلق المباراة كمية تطبير رهيب لمصطفى شلبي. انا حسيت ان كريستيانو رونالدو بعث من جديد. انا حسيت ان فينيسيوس ساب الاجازه بتاعته وجي يلعب ولبس تيشيرت مصطفى شلبي بالزمالك وبيلعب مع نادي الزمالك. يا جماعه احترموا نفسكم، احترموا شكلكم قدام جماهيركم قدام اداراتكم قدام باقي النادي. الكابتن احمد حسن خرج علينا بخبر ان عمر الساعي وقع في نادي الزمالك لنادي الزمالك وفي فيلا كابتن نادي الزمالك شيكابالا. طبعا لازم نحط شيكابالا عشان شوية الشرطة والبوارات. عايز اقول بس اولا هو من امتى احمد حسن بيقول خبر صح؟ مش هو ده احمد حسن اللي طلع بخبر ايام موسيماني وقال لك موسيماني ساب الاهلي
وراح خد شنطه من الفيلا وهيسافر وهيسيب النادي الاهلي. شو ده احمد حسن؟ شو اللي طلع بالخبر ده وقتها وطلع قال لك معلش يا جماعه اصل الادمن هو السبب والادمن هو اللي نزل الخبر. فيا ترى بس قبل ما نرد على احمد حسن، هل انت اللي منزل الخبر ولا الادمن هو اللي منزل الخبر؟ الزمالك ما عندوش فلوس، الزمالك معهوش فلوس اصلا. الاسماعيلي بيطلب 2 مليون دولار. هل الزمالك لديه القدره على دفع مليون دولار كاش؟ لا، كان سد اللي عليه. هل الزمالك لديه القدره في التعاقد مع لاعبين؟ لا، الزمالك عنده ايقاف قيد. الزمالك عنده ايقاف قيد. هل عمر الساعي لاعب زملكاوي؟ قولا واحدا، عمر الساعي وعائله عمر الساعي اهلاويه مليون في المية، وأولوية عمر الساعي ورغبته الأولى والأخيرة في مصر النادي الأهلي. طب على أي أساس يا كابتن أحمد حسن طلعت لنا بالخبر ده إن عمر الساعي وقع في منزل الكابيتانو شيكابالا؟ عمر الساعي عنده ماتش النهاردة، عمر الساعي عنده ماتش في الجونة، الإسماعيلي والجونة. فيا ترى هل ترى امتى عمر الساعي قعد مع المسؤولين في الزمالك؟ وامتى وقع مع الزمالك؟ وامتى وامتى وامتى؟ اسئله كتير جدا. وارد جدا ان يكون احد اعضاء مجلس اداره الزمالك هو اللي رمى الخبر لاحمد حسن. الغرض منه ان لما الاهلي يضم عمر الساعي يطلع فيلم محمد عدلان من جديد وعمر الساعي وقع لينا، واسالوا احمد حسن اللي طلع بتفاصيل توقيع عمر الساعي. عمر الساعي قالها عايز اروح النادي الاهلي، ابويا وعيلتي كلهم اهلاويه. فعايزين نعرف على اي اساس الكابتن احمد حسن طلع بالمعلومه الخزعبليه دي ان عمر الساعي وقع لنادي الزمالك وفي منزل كابتن من كباتن نادي الزمالك. كابتن هاني حتحوت الاعلامي في قناه صدى البلد الزملكاوي طلع بخبر قال فيه ان خالد العوضي رئيس القطاع والنشاط الرياضي في النادي الاهلي ابلغ والد اللاعب محمد عدلان انه رجع الاستغناء بتاعه لنادي طلائع الجيش، انه رجع الاستغناء بتاعه لطلائع الجيش الاهلي. وان الكلام اللي بقوله لك دلوقتي من لسان خالد العوضي نفسه، الاهلي لن يتراجع قيد انمله في موقفه في ملف محمد عدلان. الاهلي يعلن تمسكه في احقيته بضم اللاعب وفقا للاستغناء اللي حصل عليه الاهلي من طلائع الجيش. الاهلي خد الاستغناء بعد رغبه اللاعب ورغبه والده بموافقته انه يلعب للنادي الاهلي وترحيبهم بالانتقال للنادي الاهلي، وبناء عليه حصل الاهلي على الاستغناء من نادي طلائع الجيش. اتحاد كره اليد اقر بصحه اجراءات الاهلي في الحصول على الاستغناء. الاهلي عنده لحد شهر 12 عشان يقدر يسجل اللاعب بمزاجه. الزمالك ما يقدرش ولا يجرؤ الزمالك انه يقدم عقد اللاعب للاتحاد المصري لكرة اليد، لأن لو الزمالك قدم عقد اللاعب يتم إيقاف نادي الزمالك وإيقاف قيد نادي الزمالك لفترة معينة. فبلا العب غيرها يا هاني يا حتحوت، العب غيرها يا هاني يا حتحوت. ادي يا سيدي المعايير اللي بقول لك عليها، ادي المعايير اللي اتشال بسببها شوبير ان الاعلام كله يبقى زملكاوي اهو، عشان محدش لا يرد ولا يصد، يطلعوا يكذبوا براحتهم ويألفوا براحتهم ويقصصوا ويعملوا حوارات وأفلام هند براحتهم، وفي الآخر محدش يقدر يصد ويكذبهم، لأن خلاص اللي كان بيصد ويرد راح راح مطرح ما راح. كابتن أحمد شوبير حتحوت بقى يطلع بكذبة يرد على أحمد حسن بفيلم، يطلع سيف زاهر يرد بقصة، يرد مش عارف مين بحوار،
يرد مين بمسلسل، وكلها تمثيليات في تمثيليات. المهم ان احنا ما نقولش حاجه غلط عن نادي الزمالك او سلبيه، المهم ان احنا نعمل كل حاجه صح لصالح نادي الزمالك. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. استنى كل ارائكم وتعليقاتكم. كتير شكرا لكم.